بالنسبه للسؤال ديالكم على بالنسبه للمسلسل المدبلجه اللي مؤخرا بدا كنشوفهم في القنوات المغربيه، كاينين كنشوفهم من جوج ديال الجوانب. الجانب الاول ان بالنسبه للمغرب بدا كيستورد ولا بدا كيجيب منتوجات اللي هي تركيا، وهذه المنتوجات اللي هي تركيا كترتبط بدي برودوي، كترتبط بالالبسه ديالهم، كترتبط بدي برودوي اللي كيستهلك الشعب المغربي دابا مؤخرا ديال هذا. اذا خصنا نربطوا ضروري بالنسبه للسياسه الدوله حاليا، خصها تربط المسلسلات والاعلام التركي تربطوا بالمنتوجات الداخله على المغرب. حاجه اخرى فاش كنهضروا على المسلسلات المدبلجه، كاين حتى في المغرب ما بين اللغات، ما بين الامازيغيه وما بين العربيه، كنلاحظوا مثلا مسلسل مديور بالعربيه وعنده لغته وعنده دارجته، فاش كيجيو نترجموه ما تيبقاش داك المحتوى ديالو، والميساج بالنسبه للمتلقي ولا المشاهد المغربي ما تيكونش 100% كيوصل للمشاهد. بالنسبه ليا غير كيضيعوا الوقت ديال المشاهد وصافي، يعني ما فيهش شي فائده بالجمهور، غير شد التليفون شد التلفازه جلس تفرج والو، ما كيستافدوا حتى شي حاجه. بالنسبه للمسلسلات المدبلجه اللي كتدوز في القنوات المغربيه، كنشوف انها يعني ما كتعطيش اضافه بالنسبه للمتلقي المغربي، لا من ناحيه الحوار، لا من ناحيه يعني لي سيناريو، لا من ناحيه يعني كل شيء. هي مجملا اعمال اللي كان بالنسبه لي انا اعمال فاشله اللي ما كنتفرجش فيها انا صراحه، ما كنشوفش داك الشيء. كتلقى مسلسل مثلا فيه 900 حلقه 800 حلقه وبزاف، عاوتاني ما بقاش مسلسلات 3 سنين 4 سنين، والممثلين كيشرفوا ممثلين تيوليو تيشرفوا معاك انت في داك المسلسل، تلقاه في نفس المسلسل قراع وناضت ليه اللحيه وحيدات والشعر ناض حيد، والتخربيق كنشوف انا داك الشيء كله يتخربيق وصافي. تتاثر على بعض الناس وبعض الناس ما تتاثرش عليهم، بحال في المثال الناس كبار وهادي راه تتاثر عليهم شويه، اما الناس اللي بحالنا في الشباب وكذا هذا راه كلشي عارف، زعما كلشي عارف اللي كاين، ماشي زعما غيبقاو شي حاجه تيبينوا شي حاجه ما كايناش. اش غادي نقول لك التاثير؟ انا بعدا سلبي نيت ب 100%، لان المواطن المغربي ما كيستافدش من هذه اللغه هذه، وحتى الافلام اللي كتطاليها مثلا هذه الترجمه هذه سميتو ما عندهاش شي معنى، اللي هو كما قلت تبقى الصبغه الاصليه للغه، يعني كتعطي واحد التقصير للغه. حنا بغينا شي حاجه ديال المغرب، شي حاجه مغربيه ديال الناس ديال المغرب اللي كيخدموا وكيتقاتلوا وكيقراوا باش يوصلوا، هما اللي خاصنا نتفرجوا فيهم، اما الناس ديال الله يخليهم ليهم هما. تاثروا على سلوك الشعب، لان تيمرروا لنا بعض الرسائل وواحد الثقافه اللي هي غريبه على المجتمع ديالنا، و يعني كيقطعوا ولا كيدمروا داك الجدار ديال الصمت، وفي نفس الوقت تيمزقوا داك الثوب ديال الحشمه وديال الوقار اللي كيجمع ما بين افراد الاسره المغربيه. فاحنا من المفروض كدوله عربيه اسلاميه يعني داك العري وداك المفاتن اللي تيبينوا بعض البطلات ديال المسلسلات، وديك القبولات اللي تيديروا تبادل الكلمات يعني الاباحيه، هذا تيمس المجتمع ديالنا وتيمس الحياء ديالنا والتاريخ ديالنا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.